في اليهود في المانيا. هنا اتوقف دكتور حنا، انا بشكرك شكرا جزيلا للدكتور حنا عيسى، وانت استاذ القانون الدولي اذ كنت معنا عبر الهاتف من جامعه القدس بابو ديس، شكرا لك. سياده السفير، نعم. انت استمعت الى جزء كبير مما قيل، صحيح. يعني كنت ساسال ولكن ساسال عن سر الابتسامه، هل لم يعجبك وترى في هذا الحديث تكرارا لسابق؟ يعني بداية انا يعني بشكر الاخ الدكتور حنا عيسى، لكن احنا خلينا نكون موضوعيين جدا. طيب، ان العلاج هذا الموضوع موضوع وعد بلفور وما ترتب عليه يجب انه نعالجه معالجة موضوعية. تفضل. من حيث من الذي اعطى الوعد؟ الذي اعطى الوعد بريطانيا العظمى في ذلك الوقت. صحيح. وبعد كده اصبحت هي حكومة الانتداب في فلسطين، وسهلت امام اليهود الهجرة وامتلاك الاراضي وحتى المؤسسات الدولة، تمام، علاوة على تدريب الكوادر للجماعات الارهابية زي البلماخ وشتيرن والارجون، تمام، فاعطتهم كل شيء، والدول الاوروبيه كلها سمحت لليهود بالهجره الى فلسطين لانها كانت تمثل ثقل على الدول دي. بالضبط. يعني من ايام لو رجعنا للخلف انه قليلا من ايام اواخر الثمانينات ومذابح كيشينيف في روسيا، وعمليه ما تعرض له اليهود في 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 ذلك الحين، بدأت تظهر الحركة الصهيونية. والحركة الصهيونية لما ظهرت في تلك الفترة كان في إلها معارضين من الفلاسفة، بعض الفلاسفة اليهود موسهس وليو بينسكر وغيرهم، وناس بتدعو إلى اندماج اليهود في المجتمعات الأوروبية لأنهم ماخدين كل حقوقهم كباقي أفراد المجتمع، وناس بيقولوا لا احنا لازم يضل لنا يعني هويتنا الخاصه، وبيعيشوا في جتات. صحيح. ولذلك عندنا احنا بنسمع حارات، الحارات اليهود، بقول لك حاره اليهود في اليمن، في مصر، في سوريا، فكنت تلاقي حاره اسمها حاره اليهود، تلاقيش فيها الا يهود. المهم يعني هذا الموضوع انا لازم احمل اوروبا كلها المسؤوليه التاريخيه عن ماساه الشعب الفلسطيني. انا هذا حملتهم لها في اجتماعين عقدا بجامعه الدول العربيه، اجتماع عقد في سبتمبر الماضي بين المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية واللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي اللي تضم 27 دولة. قلت لهم بصريح العبارة أن أوروبا تتحمل المسؤولية التاريخية في الظلم التاريخي الذي وقع الشعب الفلسطيني، وضربت لهم الأمثلة. حتى ألمانيا لما قامت الدولة الإسرائيلية ظلما وبهتانا على أرض فلسطين، لولا الدعم الاقتصادي لها لما استطاعت أن تستمر. طيب دكتور سيادة السفير، إذا افترضنا جدلا أنه يشاهدنا الآن أحد من يقود إسرائيل، نعم، هل ترى أنه سيسخر منا؟ سيستهزئ بما نقول؟ سيقول عما قلت أنه لا قيمة له ولا جدوى له؟ هل تفترض أن هذا قد يدور في عقلي؟ أنك كل من تشاء لا. ما تشاء لا، ما راح يتناول الموضوع بهذا، على العكس، عندما يسمع ما نقول يعلم يقينا بأنه نحن مصرون على حقنا. هل إنهم جادون ونحن غير ذلك؟ هم بالتأكيد هم عندهم جدية أكثر منا بلا جدال، يعني أنا ما بنكذب على أنفسنا، لأنهم هم ليش يعني هو أصلا في ظروف موضوعية هم يعني بالنسبة لهم، يعني هم يشعروا جيدا ويحسوا جيدا بأنه هو كيان غريب عن المنطقة زرع فيها، وجاء بالقوة وجاء على حساب شعب آخر اسمه الشعب الفلسطيني وتشريده واحتل أرضه وممتلكاته، تمام، وما زال يحتلها حتى الوقت الحالي، ويرفض حتى انه اعطاء هذا الشعب 22% من مساحة فلسطين التاريخية حتى يقيم عليها دولته وتكون عاصمتها القدس. وبالتالي هم يعلموا يقينا بانهم غير مرغوب فيهم طالما استمروا في هذه السياسة. قدم لهم العرب مبادرة السلام العربية وقال لهم في ابو يعني مقابل انسحابكم للاراضي اللي احتلتوها العربية 67 واقامة الدولة الفلسطينية على خط الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، تعترف بكم جميع الدول العربية والإسلامية. ورفض. اسمح لي فندم، من المفترض أن يقدم من لمن مبادرة سلام؟ أن تقدم إسرائيل إلى العرب مبادرة سلام حتى يحتويها العرب، أم أن يقدم العرب مبادرة السلام إلى إسرائيل؟ من المفترض أن يستجدي من أو يحاول
أن يربط على كتف من؟ نحن أم هم؟ بالتأكيد المفروض من ناحية الموضوعية النظرية وعلى الأقل هم، لأن هم المعتدين، هم للمفروض يعني بدهم يعملوا حسابهم إذا أرادوا أن يكونوا جزء من نسيج هذا الإقليم. طب لماذا هذا الانبطاح العربي؟ لماذا هذا السلوك؟ والله يسأل عنه الأمة، قادة الأمة العربية. يعني هذا الوضع اللي احنا بنعيشه في الوطن العربي يعني بالتأكيد هو اللي خلى انه إسرائيل انه تطمع فينا، وللأسف يعني، وانا بقول متأسف جدا، انه لا تعبأ لا بقراراتنا ولا باجتماعاتنا ولا تقيم لنا وزنا كما يجب، وبالتأكيد ولا بإعلامنا ولا إعلام. لا والله عارف هم بيهتموا بالإعلام، لانه الإعلام هم بيأثر على الشعوب، وبالتالي لانه الاعلام بغذي الشعوب، تمام؟ وهم يتعاملوا مع القاده، وهم يتعاملوا هم بيتعاملوا هم فوقيه، طالما انه النظم يروها كما هم يروها ويشاهدوها ومطمئنين، لانه هذه النظم غير قادره على انه يعني تعلن حربا على اسرائيل، او مش تعلن حرب، بلاش تعلن حرب، يعني على الاقل انه يعني تجبر اسرائيل من خلال حتى عمليات سياسيه تامه تتم، سواء مع أمريكا الاتحاد الأوروبي إلى غيره، أنه ينصاعوا إلى القانون الدولي وينصاعوا إلى ميثاق الأمم المتحدة، ما في فائدة. طيب هل نمتلك نحن أي مؤشر لأي قوة في أي مجال في أي اتجاه تستطيع بها أن تؤثر على إسرائيل، مثلا كسحب مبادرة السلام التي قدمت في القمة العربية في بيروت التي قدمتها المملكة العربية السعودية، أو ما شابه من أي قرارات تجعل إسرائيل تشعر بأن هناك من يشعر في العالم العربي؟ لا يعني مبادرة السلام العربية فلتستمر المبادرة، ما قال يعني ليه؟ الملك عبد الله ابن عبد العزيز ولي العهد في حينه قال انه لن تستمر الى النهاية، وقالها السيد عمرو موسى امين عام جامعة الدول العربية، والقيادات العربية قالت انها لن تكون على الطاولة طويلا من عام 2012 لحتى عام 2013. ما هو السقف الزمني لطول المدة وقصارها؟ أنا بقول لك لا، أنا لا على العكس، إحنا هاي أنا بعتقد إنه هذه ورقة في إيدنا مهمة جدا. طيب. نلعب بها أمام العالم كله، إنه لو بالفعل العالم يريد سلام، ولو إسرائيل يعني لديها يعني ولو شيء بسيط من أجل السلام وبدها سلام، كان قبلت هذه المبادرة. يعني هل نحن قدمنا سيادة السفير هذه الورقة لإسرائيل، أم لمن يقف وراء إسرائيل؟ إحنا قدمناها لإسرائيل ولمن يقف وراء إسرائيل. وماذا كان الرد؟ كان الرد من إسرائيل لا ترفضها، رفضها. وماذا كان الرد في المقابل؟ إسرائيل رفضت، ماذا كان المبادرة؟ الحديث عن الدول العربية وليس عن السعودية. تسويق، محاولة لتسويق المبادرة العربية هذه في الدول الأوروبية وفي أمريكا ولدى المجتمع الإسرائيلي. ماذا جنيتم بعد هذا التسويق؟ التسويق حتى الآن لم نجني شيئا. ولماذا مصرون، ولماذا لم تدفعوا في الجامعة العربية لحذف أو سحب هذه المبادرة؟ لا لا، أنا بقول لك يعني مش مطلوب حذف، ماذا نستفيد؟ هل الضغوط هي التي تدفع؟ أبدا لا، إنه لا جدوى ولا فائدة تعود من علينا من سحبها. وما هي الجدوى من تقديمها؟ ما أنا بقول لك تقديمها أمام العالم أجمع، أمام العالم أجمع. إحنا لا نستطيع أن ندير ظهرنا للعالم. صحيح. بأنه إحنا بالفعل لما بنقول الوطن العربي أو الدول العربية تبنت السلام كخيار استراتيجي، هي صادقة، وهي هذه المبادرة السلام اللي تقدمت إبها الدول العربية مجتمعة على المجتمع الدولي كله من أجل تحقيق السلام العادل والشامل، ومع ذلك ترفض إسرائيل. فنحن في ذهننا ورقة يجب أن نتمسك بها، إنه سهل جدا أنك تشيلها وتحطها يعني، بس خليها يعني لا ضرر منها. لكن إحنا بنقول إحنا لدينا إمكانات بالفعل لو استخدمناها استخداما أمثليا نستطيع إنه نحقق الكثير من المكاسب. أنا بحكي ويمكن الناس مش كتير بيعجبها الكلام، لكن أنا لما بقول إنه ثلث المعروض في العالم من النفط في السوق العالمية من الدول العربية بيجي، تمام، 25% من الغاز الطبيعي المعروض بيجي من الدول العربية، تمام، أنا بستورد في السنة من العالم بحوالي يعني مش أقل من 1.2 إلى 1.4 مليار دولار. أنا بستثمر استثمارات الخارجية في أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين واليابان ودول أخرى تتجاوز 2.5 تريليون دولار، تمام، وأنا في نفس الوقت أمتلك ممرات مائية
لا غنى للعالم عنها، عندي بحر أحمر وبحر أبيض وخلجان، وأحكي لك قناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز على سبيل المثال للحصر، مضرات ما هي لا غنى عنها، وأيضا ممرات يعني كمان الـ 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 الأخرى. يعني لو أنا شفت جغرافة الوطن العربي مساحته 14 مليون متر كيلومتر مربع، 14 مليون كيلومتر مربع مساحة الوطن العربي، عدد سكانه الآن 360 مليون نسمة، هذه كلها موارد أنا لم تستغل ولم أحسن استخدامها. يا أخي العالم أنا محتاجني زي ما أنا محتاج العالم، هو العالم محتاجني. يعني تخيل أنه أنت لما وارداتك بس 1.2 من عشرة أو 1.4 تريليون، وبعدين أنت بتستثمر في، يعني لما صارت الأزمة العالمية في 2008 المالية العالمية، أنت راح الدول الأوروبية تجري على الدول العربية على دول الخليج العربي تسهم في حل الأزمة. والدول العربية متطورة عظيمة طبعا هي التي أنقذت يعني أوروبا. يعني يعني أكثر من ذلك، أي عقل سيادة السفير يحاول أن يستوعب أن تنقذ من احتلك، تنقذ من ابتزك، تنقذ من يحاول وسيحاول أن يكسب ويلات صغيرة؟ أي عقلية تدير العالم العربي؟ أي يعني إذلال القادة العرب في أن ينقذوا هذه الدول التي احتلت، أن تشتري أندية في بريطانيا التي سحبت منا فلسطين ومنعتنا من أن نزور الأقصى؟ أي عقلية دول بسندات خزانة في الولايات المتحدة وفي الدول الأوروبية؟ أي عقلية تبيع هذا البترول مجانا وتجعل من الدول العربية مطية إلى هذه الدول؟ لأنه نحن فشلنا فشلا ذريعا في تحقيق تكامل اقتصادي عربي، تمام، وفشلنا في تحقيق وحدة اقتصادية عربية أو وحدة سياسية عربية، وبالتالي إحنا أصبحنا وما زلنا حتى الآن أنه دول عربية. لما أنت تيجي تتفرج على حجم التجارة البينية العربية الذي لا يتجاوز حتى الآن 10% من حجم التجارة العربية، ولو طبعا تحدثت عن الاستثمارات البينية العربية فهي لا تتجاوز ولا 5% بتصل من حجم استثمارات الدول العربية في العالم بأسره. هذه هي المأساة هنا، لأنه أنت فشلت. يعني رغم أنه إحنا منذ أنشأت الجامعة الدول العربية في عام 45 فورا في عام 51 عملنا اتفاقية للتجارة بين الدول العربية، ثم أتبعناها باتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية عام 57، ثم بمجلس الوحدة الاقتصادية أنشأناه لتحقيق الوحدة الاقتصادية في عام 63 و64 أصدر قراره المعروف بالسوق العربية المشتركة، ثم وصلنا باتفاقية لتنمية وتسهيل التبادل.